النهاردة معانا ضيفين أنس وصفية. ازيك يا صفية؟ الحمد لله. اعملي لهم باي باي. ازيك يا أنس؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنس وصفية هيثم، ولاد هيثم، صديقي من أيام الشباب والمراهقة المفعمة بالحيوية. هيثم كان معايا في فريق الفولي. طبعا هيقول لكم هيثم ازاي انا كنت احرف واحد في فريق الفولي. بس ما تقولش الحقيقه دلوقتي لو سمحت. رامي كان لعيب كبير طول عمره. اقول لهم كنت من ساعه ما بدا لغايه اما خلص يعني. انا ما كانش فتره كبيره بس يعني طول عمره كان لعيب. هيثم كان فعلا معايا في فريق الفولي في نادي الشمس من كنا تحت ايه؟ تحت 13 تحت 15 سنه مع كابتن عادل مغاوري وكابتن حماد. واخدنا احنا خدنا بطولتين ثلاثة يا عم. ايوه كنا جمهورية. كنا تاني جمهورية يعني، لان الاول كان ما بنعرفش نجيبه. هيثم ما كلمنيش مثلا من 10 سنين، وبعدين فجأة لقيته بيتصل بيا بيقول لي انا عاوز زواحف. فيا جماعة احنا شغالين كويس. صفية وانس ورونا بقى الاوضة دي، قولوا لنا ايه اللي عجبكم في الاوضة. تعالي يا صفية، ايه اللي عجبك هنا؟ اخبارها ايه؟ ورينا كده. لذيذه. تعرف تشيلي واحد؟ لذيذ. كنت زي ايدك كده بيخربش. ايوه. لا مش بيخربش خالص اهو يا ولد. انت ماشي بايه يا انس ده؟ صاحبك ولا ايه؟ عارف اسمه ايه؟ قول. ليبرد. ليبرد جاكو. وريه لنا بقى في الكاميرا. لذيذ يعني؟ هو ألذ ولا القطة؟ هما اتنين يا سيدي. على دبلوماسي برضه. ورينا كده كنا بنوريكوا ايه هنا. تعبان كان بياكل ال افتحي افتحي. ايه ده؟ خلص ولا ايه؟ كان بياكل ايه ده؟ سمنة؟ وخلصها؟ كنت بتلعبي بيه؟ ايه رايك في ده يا صفية؟ حلو. طب طبي عليه كده. ده طلع يوم الزينة ولا ايه؟ التعبين مرعبة يا صفية ولا لذيذة؟ حقيقة مرعبة. مرعبة؟ لذيذة. خشنة لذيذة؟ ايه رايك في التعابين يا انس؟ جميله. عايزك تورينا بقى انت شفت حاجه لسه في البيضه صح؟ عارف اسمها ايه؟ اجوان. اسمها ايه؟ اجوان. طب ما تورينا كده الاجوان اللي في البيضه دي. اوه دي قاعده في البيضه بتعمل ايه؟ بتاكل. طب وفين اللي طلعوا؟ عاوز اجوانة؟ لذيذة؟ بتكبر تبقى قد ايه الاجوانة دي يا انس؟ اكبر اكبر. ايوه كده. انا مش عارف. اظن ده مش مرعب بقى. اقدر امسك ده مع ده ولا ده هياكل ده؟ ايوه لا بلاش نمسك ده مع ده لحسن يفتكروا اكل. انت عرفتي بقى ده اسمه ايه يا صفية ولا ما عرفتيش؟ نوعه ايه؟ ده تعبان نوعه ايه؟ يا لازم اخبيه. اسمه بوا كونستريكتر. عادي اخبيه ولا لازم اخبيه من التعبان؟ عارفه التعبان بياكل كل قد ايه يا صفية؟ كل قد ايه؟ كل اسبوع مره واحده. تخيلي تعرفي تعيشي كده؟ لا. تاكلي كل اسبوع مره واحده؟ لا اكيد. بس ده يبقى اكله سهل قوي يعني، تربيه في البيت مش محتاجه تعملوا اي حاجه، كل اسبوع تجيبي له فار وخلاص. لذيذ. بس احنا قلنا ايه انس؟ لو شفنا تعبان في الجنينه هنمسكه؟ لازم نسال مين؟ بابا. صح؟ عشان التعابين في منها تعابين سامة، احنا مش بنربي التعابين السامة، ولو شفنا تعبان في الجنينه ما نمسكوش. يا سيدي عارف اني الولد ده الولد.
دي البنت متنرفزه كده. شفت بقى ما بيمسكش اتنين مع بعض ليه؟ عشان هو بيحبني. يا سيدي عشان بيحبني اتعود على ما بيعملش حاجه عشان بيحبني. ظهر انت بقى متخصص تعبين يا صفايا. خدي البول بويس. تعبين كلها عايزه واحده صغيره. لذيذ؟ اه. عاوز توريهم اللي صغيرين قوي قوي قوي؟ اه. عادي. دول برضو اللي لسه فاسين النهارده. قوي قوي ده بقى. اه ده حلو. طب ده اللي عاوز ياكل ياكل ايه يا صفية؟ ياكل فران صغيرة جدا جدا جدا؟ اه فران لسه مولودة. عارفة الفران لسه مولود بيبقى لونه ايه؟ لونه بياكل حشرات. بلونه احمر. عشان بيبقى لسه ما عندوش شعر. عشان كده بنقول عليه بينكي ماوس. جميل. يلا حطيه بقى. يلا قولي بقى ده كان ايه يا صفية؟ قولي يا انس عارف ده ايه؟ اه ده ايه؟ ايوه يعني ده اكلنا ايه دلوقتي؟ ايه؟ اكلنا ايه؟ فور. يا سلام. لا مش فور. لا فور. انت انت بتصارع كده؟ نجيب له فور؟ نجيب له فور؟ نجيب له منه. حاسس ممكن يجي. نجيب له فور؟ لا خلاص هو لسه اكل بقى. ده اسمه جرين تري بايثون. ليه اسمه جرين؟ عشان لونه اخضر. وليه اسمه تري؟ صح كده. طب ليه اسمه بايسون؟ عشان هو أصلة، الأصلات اسمها بايسون. هي بتخاف لما بتتمسك ولا؟ ما بتحبش تتمسك دي خالص. بتحب تاكل. في نوع تعبان بياكل مرة واحدة في الأسبوع. صح. محترفة خلاص. ماشي يا صوفية. سلمي عليا. هتربي زواحف؟ سلم عليا انس. هتربي زواحف؟ سلم عليا هيثم. هتجيب لهم زواحف؟ هنجيب لهم. باي باي.